الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الحلق الصيني في المنام. ذكر العلماء أن الحلق الصيني الذهب في المنام، والله أعلم، يدل على الخير والسوء، حيث يشير الذهب الصيني في المنام إلى قلة الرزق وعدم الشعور بالأمان والاستقرار، والله أعلم. كما يعبر الذهب الصيني في المنام على التعرض للخداع والنصب، والله أعلم. في حال رأى الحالم تغيير لون الدبلة في المنام، فهناك تغيير مشاعر بين الزوجين، والله أعلم. كذلك تغيير لون الدبلة دليل عن البرودة المشاعر بين الزوجين أو الطرفين، والله أعلم. يشير تغيير لون الدبلة في المنام إلى ضعف العلاقة الذي تسيطر على الزوجين في الأيام القادمة، والله أعلم. والله أعلم. كذلك تدل الخواتم الكثيرة في المنام على الرزق الأيام القادمة لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية المنطلون في المنام للمطلقة له عدة تفسيرات، فالمنطلون الجنس للمطلقة دليل على حدوث بعض التغيرات في الأيام القادمة، حيث تعبر أن المرأة تعيش بعض التغيرات في حياتها القادمة، والله أعلم. في حال رأى الحالم عقد لونه أحمر في المنام يدل على الخير والمكانة العالية، حيث يشير عقد من الياقوت الأحمر في المنام للعزباء دليل على الزواج من شخص يمتلك سلطة ومكانة رفيعة، والله أعلم. كذلك عقد لونه أحمر في المنام دليل على الجاه والمال، والله أعلم. ذكر العلماء أن اللون الرمادي في المنام يعبر عن عدة تفسيرات، والله أعلم. كذلك يعبر رؤية عقد لونه وردي في المنام عن الخير والسعادة، كذلك يعبر عقد لونه وردي في المنام عن المحبة والكرم. إذا رأت المرأة المتزوجة العقد الذهب في المنام يدل على التخلص من اللحظات الصعبة، بينما يعبر العقد الذهب المقطوع في المنام لدى بعض العلماء على الأزمات والمشاكل، والله أعلم. كذلك يشير العقد الذهب المقطوع في المنام على فقدان شخص مقرب من صاحب الرؤيا، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل ليلة، فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.